وأخيرا نزل حدث عجلة الحرب الذي يوجد فيه بونو وسفيان مرابط لاعبين المغربية. طبعا أنا جزائري لكن عادي، سنحرق الحدث على الأقل بطاقتين نادرتين هكذا في المستقبل. وبدأ الساعة من 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 راح نحاول نحرق الحدث بالألف كوينز الموجودة عندنا حاليا ونجرب بلكي يطلع عندنا الجائزة الكبرى واللاعب الذي نريده من الباكج وهو ياسين بونو. نفتح في الباكج ونشوف اول لاعب وهو ابراهام. تبا لك يا ابراهام، حظ سيء، يظهر ان الحظ سيء جدا معنا هذه الليلة. سنفتح باللفة الثانية ب 29 من تبا ايضا لي ماكتوميني. الشيء الذي اخاف منه هو ان بونو لن يطلع او لن احصل على بونو الا بعد اللفة الاخيرة، وهذا هو الشيء المزعج. تقريبا سيحصل على حسب هذا الحظ. الياباني الكلب 99 الان، السحب بدأ يغلى. واخيرا هنا سفيان مرابط. على الاقل لعب، اذ لم نحصل على بونو فحصلنا على مرابط، وما انني لا احتاج لا بونو ولا مرابط، لكن نريد بطاقات هكذا نادرين. يا الى 199، تخيل تشري الفاريز احمر ب 199. وات، ما هذا الهراء؟ 299 والله سيئة. اسباني حارس مرمى اسباني. هنا تم افلاسي 400 كوينز واللفة ب 300 400، اذا اخر لفة وهو الزفت روميرو. اعطوني رايكم في فيديو اليوم وهذا الحدث بالضبط، واذا في رايكم اذا يستاهل اكمل علي ب 700 كوينز واجيب بونو او لا. اعطوني رايكم في التعليقات، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة ونلتقي في فيديو اخر.